أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم
فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهما في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين ونزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه رحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله في حصة هذا اليوم نعالج الربع الثالث من الحزب الثالث عشر من المصحف الكريم وبدايته قوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ونهايته قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون في هذا الربع من كتاب الله
نجمع بين آخر ثمن من سورة المائدة وأول ثمن من سورة الأنعام، وبذلك نكون قد اختتمنا سورة وابتدأنا أخرى مستعينين بالله ومعتمدين عليه. وأول آية يبتدئ بها هذا الربع هي قوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. غير أن هذه الآية واردة في سياق آيات أخرى سبقت في نهاية الربع الماضي، فهي تابعة لها ومرتبطة بها في المعنى كل الارتباط. فقد سبقها قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فالمقام في هذه الآيات مقام استعراض عام أمام الله وبين يديه لجميع الرسل الذين أرسلهم الحق سبحانه وتعالى إلى خلقه من أولهم إلى آخرهم، واستجوابهم أمام الجناب الإلهي الأقدس ماذا كان موقف أممهم من الرسالات التي أرسلهم بها، وماذا كان جواب أممهم عنها. وفي وسط هذا الاستعراض الضخم لموكب الرسل الكرام جميعا يقف كتاب الله وقفة خاصة عند سؤال عيسى بن مريم وجوابه، ويصف خطاب الحق سبحانه وتعالى لعيسى بن مريم بشيء من التفصيل وفي أسلوب من الحوار. فقد اختلط أمر عيسى بن مريم على من يدعون اتباعه اختلاطا كبيرا، وقد ارتبك في شأنه عدد غير قليل من البشر حتى رفعوه إلى مقام الألوهية. ففي هذا السياق يذكر الله رسوله عيسى بن مريم بالمعجزات التي أيده بها: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم يعدها عدا مؤكدا أنها كلها إنما كانت معجزات من عند الله ومن صنعه وبإذنه، لا من صنع عيسى ولا بقوته ولا بقدرته. إذ أيدتك بروح القدس، وإذ علمتك الكتاب والحكمة، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وهكذا وردت هذه الآية الأخيرة في معرض تذكير الله لعيسى بن مريم بنعمه التي أنعم بها عليه، وذلك كله تمهيدا لاستجوابه واستفساره
عن الغلو الذي وقع في تعظيمه وعن تأليهه من طرف المنتسبين إليه وموقفه من ذلك الغلو. والنعمة التي يمتن الله بها على عيسى بن مريم في قوله: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، هي نعمة ما أكرم الله به من الأصحاب والأنصار إعانة له على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فقد ألهم الله الحواريين إلى المعرفة بصدق رسالته، وألقى في قلوبهم بذور محبته، وهداهم إلى الإيمان بالله بواسطته. والوحي إلى الحواريين في هذا المقام لا يتجاوز أن يكون وحي الإلهام، على غرار ما جاء في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أي ألهمها الآية. ثم بين كتاب الله كيف استجاب الحواريون لدعوة عيسى بن مريم، وكيف آمنوا وشهدوا على أنفسهم بعقيدة الإسلام التي هي عقيدة كافة الرسل من عند الله. وانتقل بعد ذلك إلى تفصيل قصة المائدة التي طلب الحواريون من عيسى بن مريم أن يسألها لهم من الله، وبها سميت هذه السورة سورة المائدة. وبين كتاب الله تحرج عيسى بن مريم من هذا الطلب، ثم إصرار الحواريين على رجائهم. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وأمام إلحاح الحواريين لم يسع عيسى بن مريم إلا أن يسأل ربه إنزال المائدة. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. فاستجاب الله دعاء رسوله عيسى بن مريم. قال الله: إني منزلها عليكم. لكن الحق سبحانه وتعالى حذر من يكفر بعد ذلك، وأنذر من كفر بعد نزول المائدة بعذاب لا يعذب بمثله أحد من العالمين: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وبعد الانتهاء من تعداد النعم التي أنعم الله بها على عيسى بن مريم، ينتقل كتاب الله إلى محور الموضوع، وهو وصف الاستجواب الإلهي لعيسى بن مريم أمام مجمع الرسل يوم القيامة، ووصف جواب عيسى لربه عن نفس السؤال: وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. أجاب عيسى ربه منزها مقام الربوبية ومتبرئا من أتباعه المحرفين المغالين. قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، ثم يتفصى عيسى بن مريم أمام الحق سبحانه وتعالى من كل مسؤولية يمكن إلقاؤها عليه
من جراء ادعاءات المسيحيين الغلاة الذين ألهوه من بعده، مؤكدا أنه لم يعلم من حال المسيحيين إلا ما شاهده عيانا وهو لا يزال بين أظهرهم. أما بعد أن توفاه الله ورفعه إليه فإنه لم يعد يعرف عنهم شيئا. نعم، بقيت رقابة الله مبسوطة عليهم في كل حين، فهو الذي يعلم حقيقة أحوالهم، وهو سبحانه الشهيد على جميع عباده وعلى كل شيء من أعمالهم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وأخيرا، سجل كتاب الله إذعان عيسى بن مريم لمشيئة الله إذعانا كليا، ورضاه بحكمه الفاصل في شأن الأباطيل والضلالات التي روجها المسيحيون واعتقدوها من بعده، واقتصر على مخاطبة الله بقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولم يتجرأ على الشفاعة الصريحة فيهم لعظم جرمهم في حق الله تعالى. وبعدما تحدث كتاب الله عن الاستعراض الإلهي لموكب الرسل واستفسارهم عامة واستفسار عيسى بن مريم خاصة، عقب على ذلك بما يعتبر خلاصة الموقف والحكم النهائي قائلا: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. ومعنى ذلك أن يوم القيامة يوم مجموع له الناس، تجمع فيه كافة الخلائق وتنكشف فيه كل الحقائق، فلا مكان فيه للتجيل والتضليل، ولا مجال للتزييف والتحريف، والفوز فيه إنما هو لمن صدق الله والتزم طاعته ورضاه. ومن هنا ننتقل إلى سورة الأنعام، وهي في طليعة سور القرآن الكريم التي نزلت بمكة قبل الهجرة، بل إن ما نزل من القرآن بمكة يعتبر مبنيا عليها وقائما على أساسها في نظر المحققين من علماء الشريعة، نظير سورة البقرة التي يعتبر ما نزل من القرآن الكريم بالمدينة مبنيا عليها. وكما أن سورة البقرة هي الدعامة الأولى للشريعة الإسلامية، فإن سورة الأنعام هي الركيزة الأولى للعقيدة الإسلامية، ومنها استخرج العلماء قواعد التوحيد وأصول الدين، من إثبات واجب الوجود في البداية إلى إثبات الإمامة في النهاية، على حد ما قاله الإمام الشاطبي في الموافقات. وقد أطلق عليها اسم سورة الأنعام، والله أعلم، لما ورد فيها من الآيات الكريمة التي تحدد موقف الإسلام من الأنعام، وتندد بموقف الشرك والمشركين منها، وذلك مثل قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم،
ساء ما يحكمون. ومثل قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد تناول الحديث في التمن الأول من سورة الأنعام، وهو الذي يدخل في حصة هذا اليوم، توضيح العقيدة الإسلامية فيما يخص الكون والمكون والخلق والخالق، كما تناول موقف المشركين والكافرين من عقيدة التوحيد وإصرارهم على الإعراض عنها والتكذيب بها. ووصف كتاب الله في النهاية أنواع العناد وأساليب الجدل التي يلجأ إليها خصوم العقيدة الإسلامية: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وأخيرا أكد الحق سبحانه وتعالى ما ينتظر هؤلاء المشركين والمعاندين من الوقوف بين يديه، وما ينالونه من خسران وبوار جزاء شركهم وعنادهم.